هذا يقول زوجتي حدث لها عملية إسقاط أو إجهاض مرتين، الأولى الجنين في الشهر 6 والثانية في الشهر 3. نعم، إذا كان في الشهر 6 هو نفخت فيه الروح وصار إنسانا، فتجب الكفارة في إسقاطه إذا كان هي اللي أسقطته. أما إن كان هو الذي سقط بدون عمل منها فليس عليها شيء، أما إن كانت هي التي أسقطته وهو له 6 أشهر وخرج ميتا يكون عليها كفارة عتق رقبة، فإن لم تجد تصوم 2 شهر، لأن هذا قتل، قتل لنفس. أما اللي ماله إلا 3 أشهر هذا ما نفخت فيه الروح وليس فيه كفارة، لكن تأثم على إسقاطه.